السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني لسهم شركة أرامكو ليوم الجمعة الموافق 7 من أغسطس من العام 2020. مثل ما تلاحظون أخواني الأعزاء، سوف نتحدث في هذا الفيديو عن السيناريو المتوقع فنيا لحركة سهم شركة أرامكو، فهيا بنا لنتعرف عن السيناريو المتوقع لهذا السهم. أولا أخواني الأعزاء، قبل أن نتحدث سوف نتعرف على الميل العام لهذا السهم، وهو يعتبر صاعد لعدة أسباب. أولا لأنه يسير ضمن قناة رئيسية صاعدة وأعلى الترند الصاعد، وأيضا تداول الأسعار أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، وتداول الأسعار أعلى منطقة الدعم وأعلى منطقة البايفيت الماثلة عند مستوى 32 ريال فاصلة 70 هللة. أيضا أخواني الأعزاء، مؤشر التذبذب الستوك ستيك لم يصل بعد إلى مناطق التشبعات الشرائية. ننتقل إلى بعض النقاط الخاصة في السيناريو لهذا السهم خلال الأسبوع القادم. حاليا مثل ما تلاحظون يتداول السهم داخل منطقة قوية جدا، وتعبر عن منطقة المحور ومنطقة البايفيت. فهذه المنطقة في حال أن السعر تمكن من الخروج منها إلى الأعلى واختراق مستوى 33.20، فمعناه أن السعر سوف يدخل في موجة صاعدة قوية جدا، قد تصل أهدافه إلى مستويات 35 و36 ومستوى 37 بشكل قوي جدا. أما في حال أن السعر هبط وتمكن من كسر نقطة البايفيت المحور الماثلة عند مستوى سعر 32.70، فمعناه أن السهم سوف يحاول تغيير الاتجاه وتكوين ميل هابط جديد، وقد يستمر ويدخل في موجة هبوطية عنيفة جدا ويدخل في سقوط حر إلى أهداف قد تصل لمستويات 30 و28. ولكن أخواني الأعزاء، فنيا نحن نرجح السيناريو الصاعد أكثر من أي سيناريو آخر، وذلك لعدة أسباب فنية، أهمها أن السعر حاليا يتداول أعلى نقطة البايفيت وأعلى منطقة قوية جدا يتجمع فيها أكثر من دعم. أهمها المتوسط المتحرك عبارة عن دعم متحرك. ثانيا نقطة البايفيت الماثلة عند 32.70 تعتبر منطقة دعم قوية جدا، وأيضا الدعم الثالث هو دعم القناة الرئيسية الصاعدة. نلاحظ في هذه المنطقة تمركز عدة دعوم والتقائها مع بعض، والتحامها مع نقطة البايفيت تعبر عن منطقة قوية جدا لارتداد السعر، ونتوقع منها أن يصعد السهم إلى الأعلى في ظل تحركه ضمن قناة رئيسية صاعدة. إذا أخواني الأعزاء، هذا هو السيناريو المتوقع لسهم شركة أرامكو، وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم مراسلتي عبر